السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري، وين يضمن خدمات محرز الجديد إن شاء الله. لعاب يعني اللي جاء وين هذا اللاعب صاحب 17 عام، يعني حاجه مليحه وين نشوفوا لاعبين 17-18 عام يعني يعطوا موافقه تاعهم مبكرا للمنتخب الوطني، يعني وخليه يخدم راه في النادي تاعو كيما درنا مع بن ناصر. خليه راه في النادي تاعو يروح ابري، يروح منا ما نحوسش عليه، تيجي نهاره. هذه هي وين ضمن المنتخب الوطني الجزائري خدمات موهبة صاعدة صغيرة في السن. قررت تمثيل ألوان كتيبة الخوض، ويتعلق الأمر بالنجم أيمن بن عروس حسب ما كشفته مصادر لموقع يعني المواقع كثيرة. وقرر المهاجم أيمن بن عروس اللعب لنادي بريستول سيتي الإنجليزي ارتداء قميص المنتخب الوطني الجزائري حسب ما أكده موقع يعني ان شاء الله بربي. احنا كيما يقول لك نتمناو لعابه، لا ما نكذبش عليكم، انا كونسيب لونترين اللي يجي 23 لعاب اللي يكونوا في اوروبا، خاطش ناس بيتفهمنا باللي النيفو راه في قطر. والله العظيم شتنا البارح الغرافه مع السد، يعني كلي شغل بيفهمونا باللي النيفو كرة القدم العالمية راهي في قطر، هاي في الخليج، المهم هاي في الخليج. غادي يولي عندنا منتخب خليجي ينجمون فماك ندوموا نلعبوا في اسيا، ما نولوش نلعبوا في افريقيا، ندوموا نلعبوا في اسيا منا القدام، منا الاعوام اللي جايين نولوا نلعبوا في اسيا. الحمد لله يا ربي، واش تكلمناش باطل. هادي جارنا درنا لكم فيديو بعد 2019، تمورا 2019، واش قلت لكم غادي نديروا اشهار كبير للبطوله القطريه باننا نحن ابطال افريقيا نلعبوا في قطر، ابطال افريقيا. يعني قلت لكم باللي مادام كاين دي ماناجير، ام كاينين دي ماناجير ناس يعني في الخفاء دي ماناجير وين مستغلين المنتخب الوطني الجزائري وفرض على بعض اللاعبين، ماشي فرض عليهم، يعني يعرفوا كيفاش ينيقوسوا معاهم ويجيبوهم، كيما بولايا قال لهم جيت لأن بلد مسلم، علاه من بكر من مقبل كنت كافر انت ومالك. وجاء قرار تمثيل صاحب 17 عام لمنتخب بلاده الأصل الجزائر بعد اقتنائه بالمشروع، يعني وفق مصادر ذاتها. وقضى النجم الصاعد الملقب لدى الكثير من الجزائريين بمحرز الجديد عطلته الصيفية العام الحالي رفقة أفراد أسرته بالجزائر، وعلما أن والده من أصول جزائرية. ويمكن للجناح الأيمن الجزائري أيمن بن عروس اللعب أيضا للمنتخب الفرنسي بحكم امتلاك والده جنسية فرنسية، بالإضافة إلى المنتخب الإنجليزي موطن ميلاده. ويعد بن عروس أصغر لاعب من أصل الجزائري يوقع عقد احترافي مع ناديه الإنجليزي، حيث يلعب حاليا في الرديف نادي بريستول سيتي، وخاض بعض المباريات في الفريق الأول بمنافسات يعني في الدوزيام ديفيزيون، وعلما أنه تدرج في فئات السنية للفريق ذاته. هو ولد النادي بريستول، ولد النادي بريستول سيتي ولدها. وفي سياق انضمام اللاعبين جدد لكتيبة محاربي الصحراء، وانكثر الحديث عن في أواسط الكروية الجزائرية منذ أشهر، وخاصة بعد الصفعة كأس أمم إفريقيا وخروج خرجة البعير والإقصاء من تصفيات كأس العالم، في يعني عن ضرورة ضخ دماء جديدة لتبقى بعد فوات الأوان، ضخ دماء جديدة نورمالمون كما دارت السنغال، لكن احنا طحنا مع
مع مدرب تاع انديه خليجيه نقولوها ونعاودوا، حنا طحنا مع مدرب تاع انديه خليجيه. يستاهل هذا المدرب يعني وين يقول لك ثوره جديده في بيت المنتخب الجزائري بدايه من تربص شهر جوان، يعني غادي يجي الاولى شحال قال لك ثوره جاب 7 يدي حبه هذا الخطره غادي يجيب بولايه بالفوضي خاطر راهم احباب ليشان يجيب هذوك بالك الى هنا بالك الى هنا بعوار وعدلي ايوا ويقول لك نكونوا عائله ورانا قاعدين نبردوا هذه هي وين واستهل الناخب الوطني في بيت المنتخب بداية من تربص شهر جوان الماضي باستدعاء 7 لاعبين تقمصوا ألوان كتيبة الخض أول مرة في مشوارهم الكروي. كان اللي جابهم داروهم ليستاتي كيما ذاك عبد القهار كيما ذاك قادري كيما ذاك تاع لاي لعب في تونس كان اللي داروهم ستاتي برك كان اللي جابوهم داروهم ستاتي. هيا قول لي انت بلال عمراني 31 عام مشروع 31 عام مشروع انتم ما تعرفوا 31 عام مشروع غير قولوا لنا 31 عام مشروع انتم ما تعرفوا خير منا هيا نخلو لكم الجواب 31 عام مشروع. واكد رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم منذ اسبوعين في تصريحات لقناه النهار انه والطاقم الفني يبذلون جهود كبيره لضم لاعبين جدد الى المنتخب الجزائري، وتداولت وسائل الاعلام المحليه والاوروبيه قرب انضمام كل من حسام عوار ايت النوري وياسين عدلي بدرجه اقل رايان يعني مايكل اوليز الى صفوف المنتخب الوطني، وقد يحدث امور مع بعضهم في تربص المقبل. يا راي عندكم دبروا رساكم انتم دبروا رساكم هذا دروك اللاعبين هذو اللي نتمناو يعني يكونوا اول اللاعب هذا هو اللاعب هذا هو اللعب هذا أول اللعب أول اللعب شوف هذا هو اللعب سامسونج المهرس راه جايب عوار مول سامسونج المهرس يا اللي باطر راه جايب عوار هذه هي والسامسونج المهرس راه جايب عوار ويجيب عدلي ويجيب اللعابه اللي نتوما ما كنتوش بارينهم يجو ويجو اللي نتوما نهار اللي عوار لعب مع فرنسا مع شاميكو بايتين فرحانين بايتين تركسو واليوم مي حسيتو النار اجري اجري النار شعلت روحوا حضروا جيبوهم ذراع ليكم خاطش حنا على بالك بلي كاين هاد لي باطار هادو اللي كانوا يحضروا الناس كانت ساكته قال لك يا ودي قال لك عائله خليها عائله الناس اللي كانت ساكته هي اللي هضرت وهي اللي فارضه ذراع عوار وعدلي ايت النوري فرضتهم ذراع وتفرض فرضت فانيك هما اللي فرضوا طوبة ذراع ويفرضوا امين قويري ذراع ويفرضوا عدلي ذراع هذه ندخلها لك مليح في راسك ذراع مشي انت ذراع خوف تجيب اللعبة خوف كيما روح جبت بنيتو غي جبتها باش تسكت الغاشي هذه هي ذراع تجيبهم وتجيبهم بالسيف عليك خاطش هادو لي باطار لي كانوا يقولوا لك عائلة وما تجيش هادو برواحهم يجو يدخلوا عندنا في الصف تحت كرعينا ما ينجموش يهضروا ضربك ها واحد فيكم يخرج يقول عدلي ما خاصناش عندنا خير منه يخرج هذاك هادو لي باطار هادو هذاك بو لحية وهذاك بو كلبة وهادو هادو زوج خاوة هنا يخرجوا كيما كانوا يقول لك
ما خصناش، عندنا قديوره وعندنا فيغولي، ما خصناش عوار، عندنا فيغولي وعندنا من هما. كانوا يهضروا يخرجوا هذو لي باطار اللي كانوا يدعموا فيك بالكذب، خاطش هما غادي يضروك يمشوا تحت كرعينا، يمشوا تحت كرعينا، مشي كيما نبغي انا مش كيما تبغي انت. عاديه. بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وربي يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا ديما معكم بجديد ان شاء الله. صحيتكم.